سلامني في مرحبا بكم في القناة تاعكم. اليوم راح ندير لكم فيديو نتاع الهدايا كانوا لحقوني في العمل ديالي، جابوهم لي صغاري. ان شاء الله ربي يفرحهم وينجحهم، وحبيت نبارطاجيها معكم. كنت سقسيتكم في الانستغرام اسكو نبارطاجي معكم الهدايا، لا بلوبار داروا لي وي، يعني ماذا بكم نبارطاجي معكم الهدايا. ريحوا معايا حتى لا فان تاع لا فيديو، راح نوريكم واش جابوا لي الصغار ديالي هدايا. اول حاجه كانت جاتني هاد جل دوش وهاد لو ديودورون، كنت مازال كي شريت كيفهم ومديتهم ولحقوني كيفهم. هاد الهدايا لحقوني من عند عمران، ربي يحفظه ان شاء الله وينجحو. هو جل دوش وديودورون، لو ديودورون تاع يوي تاع النساء. لحقوني البنات نخلات، باش تعرفوا بلي حاجه كي تخرجوها راح ترجع لكم كيفها ولا خير منها. هذه بالنسبه لاول هديه اللي جاتني من عند عمران. تاني هديه خواتاتي كنلحقني خمار وان صافون من عند نجمه، ان شاء الله ربي ينجحها. لا برينسيس نجمه انا نحبها بزاف. كنلحقني خمار فوالا ابيض، فوالا كيفاش يجي داير، والصابون معاها. هذه تاني هديه. بالنسبه لوين نخدم خواتاتي، انا ما كاش صغار بزاف باسكو هي منطقه كيما نقولوا جايه بعيده شويه على لافيل، و 10 حتى 8 تلاميذ، هذا ما كانش بزاف لي زيلاف في هذيك المنطقه، وناسها بزاف 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 ناس ملاح، والاطفال بزاف مازالهم كيما نقولوا البراءه عندهم ما شاء الله عليهم. المسيال هذا، هذه ثاني هديه. راح نروح للهديه اللي موراها. ثالث هديه لحقتني من عند فطومه، حبيبتي فطومه نحبها بزاف، وهو ان شامبوان. بالنسبه لي كادو ما عندهم اي مناسبه، انا بروحي نخلعت كي جابوا لي كادو، ما كان حتى مناسبه، هما حبوا يجيبوا لي كادو وخلاص. كانت جابت لي هذا الشامبوان تاع ايفروشي اونتي بيليكولير، هايل بالنسبه للناس اللي عندها القشره في الشعر. جابت لي ان صافون تاع دوف وبوستي فوالا، وبيجاما راح نصورها لكم باسكو ما تبانش هنايا. فوالا هذا بوستي، والبيجاما راح نصورها لكم باش تشوفوها احسن. فوالا هذه بالنسبه لتاني هديه. ثالث هديه كانت لحقتني من عند روان جابت لي ان بارفان، وهي ديكوراتو دارت له الفيرني ولي زيلاستيك وكراب، وكذلك هاد لو كولي نتاع العقيق، هاد لو كولي الشباب اللي كيما روان شابه وعاقله، باسكو عندي دي زيلاف فريمون عاقلين خواتاتي وشابين. فوالا الهديه اللي موراها خواتاتي كانت لحقتني من عند توام محمد وعبد الغني، بان صافون مارسي ودونتيفريس، وكذلك دي لونات سولاي. الهدية اللي تجي موراها خواتاتي جاتني من عند امين، ربي ينجح وينجحهم كامل ان شاء الله. ان صافون نتاع دوف، شامبوان نتاع اولترا دو فوالا تاع ليد كوكو، جل دوش نتاع اكس، وهذا سي تاع لي بور لو كور لي سوان هيدراتون كيما راكو تشوفوا فيه تاع لو بيتي مارسيي. فوالا هذه الهدية تاع امين. فوالا بالنسبة للهدية تاع لا برينسيس نزيها، كانت جابت لي ان ديودورون، وكذلك هذا تاع الخمار، اذا تعرفوا البنات اللي يديروه تحت الخمار، وجابت لي ان طابليي جديد، قالت لي جديد لو طابليي. فوالا هاي الطابليي نوريكم كيفاش يجي داير. فوالا وجابت لي خمار موف. فوالا هذه الهديه تاع لا برينسيس تاع الشابه نزيهه. فوالا هادو هما. واخر هديه كانت لحقتني من عند فاطمه، لا برينسيس فاطمه، دوغون ومساك فوالا تاع الشعر، وهاد لوسو هذا وخمار. فوالا
فوالا اخواتي الهدايا اللي لحقوني، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. حبيت نبارطاجي معكم الهدايا اللي راح نعطيهم هنايا، ولكن ما عندهم حتى علاقة مع الكوسميتيك. انا بارطاجيت معكم الهدايا باسكو عندها علاقة مع الكوسميتيك. كي تحبوا نبارطاجي لكم الهدايا اللي راح نمد لهم هنايا، اكتبوا لي في التعليقات. تهلاو في روحكم الغزالة تاعي. الى بروشان فيديو، ان شاء الله تبقوا على خير.